هعملوكو سلطة بتنجان مشوي مع الحمص. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعملها ازاي. اول حاجة انا عندي 3 حبات بتنجان انا شوياهم ومقشراهم، عندي كوباية عين جمل مجروش شوية، عندي حبة فلفل برضو مشوية ومتقشرة، نص كوباية بقدونس، عندي حمص كوباية حمص، معلقة كبيرة زيت زيتون، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كمون، عندي لخليط اللبن نص كيلو زبادي، 2 معلقة طحينة، فص ثوم، عصير نص ليمونة وملح. فهحط شوية زيت زيتون، معلقة كبيرة تقريبا، وهنزل فيها الحمص لما زيت الزيتون يسخن، وعليه البابريكا والكمون. كده الحمص بتاعنا يبقى يعني خلص، هنحطه بقى على الوش بعد كده في الاخر خالص بتاع السلطة. هنزل الحمص، وهنزل عليه الكمون، ومعلقتين بابريكا، مفيش 5 دقايق هشيله من على النار يكون اتحمص شويه. تعالوا على الحمص بتاعنا يجهز، هنزل البتنجان بتاعي على البورد الخشب كله، وهنزل كمان الفلفل الفلفلية، وجنبهم عين الجمل، بس الأول هقطع دول وبعدين نحط عليهم عين الجمل. وعايزة هقطع البتنجان كله والفلفل صغير جنب التاني بتاعه. أنا كده البتنجان والفلفل بتاعي جاهز، تعالوا بقى نزود عليهم عين الجمل، وهنديله برضو معاهم تقليبة كده. نزل عين الجمل المجروش، متأكد. هنزل الزبادي أول حاجة، هنزل عليه الثوم المفروم، الطحينة، شوية ملح وفلفل طبعا، ملح، شوية فلفل اسود، وعصير الليمون. ممكن نعملها على طول في طبق التقديم. هنزل اول حاجة خليط البتنجان بتاعي كله، وبعدين ننزل فوقيه صوص الزبادي اللي عملناه مع بعض. طبعا ريحة البتنجان المشوي مع الفلفل مع الزبادي والثوم بجد هتعجبكم قوي. عايزين بقى نزود على وش السلطة دلوقتي الحمص اللي احنا حمصناه، هنزود كمان على وشها عين الجمل اللي حطيناه في القلب،